فكره من الامتحان وبقت بتتكرر في السنتين اللي فاتوا كتير جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه الكلمات اللي اقدر اشيلها من الجمله من غير ما اتغير في المعنى؟ ايه الكلمات اللي اقدر اضيفها للجمله من غير ما اتغير في المعنى؟ ايه الكلمات اللي اقدر احذفها من غير ما اتغير في المعنى؟ ايه الكلمات اللي ما اقدرش ابدا ان انا احذفها؟ يبقى كل ده لازم نتدرب عليه كويس، لانه بدا يكرره في السنين اللي فاتت بشكل كبير. تعالوا نشوف مع بعض الفقره اللي جايه، اللي هي ايه الكلمات اللي اقدر احذفها وايه الكلمات اللي ما اقدرش احذفها الى اخره. احاول ابص في التعليقات بتاعتكم شويه كده عشان اشوف لو كنتوا بتشتمونا ولا حاجه كده، فايه يعني هنشوف. ايه ده غريب، ما حدش بيشتم يعني؟ لا صحصحوا نفسكم كده شويه. طيب عموما نروح على الجزء اللي بعده علشان نلحق نخلص الجزء اللي فاضل وكده نسيبكم بقى لاجازتكم على خير. المره دي ايه هي الكلمات وايه هي الحروف وايه هي الجمل اللي انا اقدر احذفها من غير ما اتغير في المعنى؟ طيب. احنا حطينا بعض القوانين البسيطه اللي نقدر نشتغل عليها. زي ايه؟ سيبكم طبعا من الرغي الكتير ده، مالناش احنا في الكلام الكتير. انا عندي الكلام اللي فات ده كان بيقول لك ايه؟ لو عندك كلمتين لهم نفس المعنى زي كده، سلبيه وسيئه. هي سلبيه هي نفسها سيئه. الكلمتين لهم نفس المعنى. تقدر تشيل دي وتقدر تشيل دي. طب نعمل ايه يعني؟ شوف الاختيارات جايب لك ايه؟ يقول لي الكلمة اللي اقدر احذفها من غير ما اتغير في المعنى، مفيش غير سيئة اهي، خلاص يبقى شيلنا سيئة. طب افترض ان هو في الامتحان جاب لك الاثنين. الامتحان جاب لك سلبية وجاب لك سيئة، نعمل ايه؟ شيل الثانية. شيل الكلمة الثانية، برضه سيئة هي اللي هتتشال. برضه سيئة هي ايه؟ هي اللي هتتشال. يبقى لما يقول لك سلبية سيئة، الكلمة الثانية دي فقط للتأكيد. فاكر من شويه وانا بديك الطراز قلت لك الكلمه الثانيه محطوطه عشان تاكد الكلمه الاولى؟ خلاص انا مش عايز تاكيد، انا مستكفي بكلمه سلبيه والحمد لله على كده. تمام الكلام؟ يبقى هنا اقدر اشيل كلمه ايه؟ اقدر اشيل كلمه سلبيه. طيب يبقى القاعده الاولى، لو عندي كلمتين لهم نفس المعنى وواحده منهم موجوده في الاختيارات خلاص اشيلها، لو الاثنين في الاختيارات بشيل ثاني واحد، بشيل ثاني واحد. دي الفكرة الأولى. طيب شوف المثال في الامتحان، المثال الثاني بيقول لك ما الكلمة التي يمكن حذفها من الجملة؟ إيه الكلمة اللي أقدر أشيلها من الجملة اللي قدامي دي؟ لاحظ إن كلمة القمري هي نفسها كلمة الهجري. القمري هي نفسها الإيه؟ هي نفسها الهجري. الاثنين لهم نفس المعنى. طب نعمل إيه؟ شيل الثانية اللي هي إيه؟ يبقى نشيل الهجري. يبقى نشيل الهجري. طيب يبقى لما يكون عندي كلمتين لهم نفس المعنى بشيل تاني واحد، بشيل تاني واحد. طيب بص معايا، بيجي في الامتحان يقول لي ايه الكلمه اللي اقدر اضيفها لبدايه النص من غير ما اتغير في المعنى، وايه الكلمه اللي اقدر اشيلها من بدايه النص برضه من غير ما اتغير في المعنى. بص انا عايزك تاخد ان الحيطه المايله بتاعتك، تعال يا إنا بتيجي إنا، روح يا إنا بتروح إنا، إزاي؟ بيقول لك حرف إنا يمكن إضافته لبداية الجملة أو إزالته من بداية الجملة دون أن يؤثر في المعنى. لما أقول لك مثلاً الرياضة المثلى هي كذا كذا كذا، ويجي يسألك يقول لك تقدر تضيف إيه لبداية الجملة دي؟ حط إنا كده، إن الرياضة المثلى هي كذا كذا. يبقى إنا أقدر أضيفها وأقدر أشيلها من غير ما أتغير في المعنى خالص. تمام؟ طب تعال نشوف الأمثلة اللي جت عليها في الامتحان. الصداقة الحقيقية كالصحة الجيدة لا تدرك أهميتها إلا عند مفارقتها. بيقول لك ما الحرف الذي من الممكن وضعه في بداية النص؟ تعالى يا إن، حط له إن هنا. إن الصداقة الحقيقية، ظبطت؟ خلاص يبقى ناخد إن. يبقى ناخد إيه؟ إن. تمام كده؟ طيب شوف الناس فاهمة ولا لأ؟
طيب السؤال اللي بعده يقول لي اي مما يلي يمكن ان نبدا اول ما تلاقي نبدا على طول دور على ان في الاختيارات. ان المشكلات التي تواجهنا في جميع مجالات الحياه امر طبيعي. طب لو نجيبها ان وقال لك تقدر تشيلها شيلها هي برضه، يبقى هنا هناخد ان. طيب هنا بدا بان قال لك ان الذين فشلوا في حياتهم لم يكونوا يعرفوا انهم قريبون من النجاح حين توقف عن المحاولة. ما الحرف الذي إذا حذف لن يتغير معنى النص؟ احنا متفقين ناخد ايه معنا؟ إن على طول. يبقى الإجابة هتكون إن. فأقول إيه؟ الذين فشلوا في حياتهم على طول. فرقت في المعنى؟ ما فرقتش. إن فقط للتأكيد. إن للتأكيد بس. طيب القانون اللي بعده، ركز في القانون ده. الفعل لا يمكن حذفه من الجملة. الفعل ده اللي هو ايه؟ اسد على وضعه ما بيتشلش. لقيت فعل مالكش علاقه بيه اركن على جنب سيبه يعدي. تمام؟ طيب لما اقول لك مثلا يؤثر العطش على مستوى الذكاء، هنا بيقول لك جميع الكلمات يمكن حذفها باستثناء ما عدا. انا كل دول اقدر احذفهم ما عدا ايه؟ ما عدا الفعل. اللي هو ايه الفعل؟ يؤثر. يبقى يؤثر ما اقدرش ابدا احذفه. ما اقدرش ابدا ان انا ايه؟ ان انا احذفه. القانون اللي بعده، ما تغيرش اي تشكيل علشان تشيل كلمه من الكلمات. يعني ايه؟ انت عارف انك تشيل كلمه من النص بتاعك من غير ما تغير في المعنى، من غير ما تغير في التشكيل، معناها انك تقرا النص بدونها كانها موجوده. تقرا النص بدونها كانها موجودة. يعني ايه الكلام ده؟ هنا بيقول لك من شغل نفسه بعيوب غيره كثرت عيوبه وهو لا يدري. اللي شغل نفسه بعيوب الناس هتكثر العيوب اللي عنده هو من غير ايه؟ من غير ما يحس. طب بصيت على هنا، انا عايز اشيل كلمة نفسه. انا عايز اشيل كلمة نفسه. طب هتقول ايه؟ هقول من شغل بعيوب غيره، غيرت التشكيل. مش من حقك تغير التشكيل. وصلت النقطة دي؟ يبقى من شغل ما ينفعش تخليها من شغل عشان تشيل نفسه، يبقى نفسه مش هينفع تتشال. طب نقول ايه؟ نشيل كلمة وهو. أقول من شغل نفسه بعيوب غيره كثرت عيوبه ولا يدري. شيلنا هو. شيلنا ايه؟ شيلنا هو، وما غيرتش حاجة في المعنى، وما غيرتش حاجة في التشكيل. يبقى قلت لك هنا ما ينفعش تغير التشكيل عشان تشيل أي كلمة. مثال تاني عليها، واصل السير في طريقه بعد ان تحقق النجاح فلن يسالك احدا عن سرعتك فيه، محدش هيسالك عن سرعتك فيه، ولكن الاهم الا تبطئ من خطواتك. طيب عشان تشيل الحرف جرب الاختراق. تعال نجرب فيه كده، واصل السير في طريقك، تعال نشيل فيه واصل السير طريقك، ينفع؟ ما تنفعش، يبقى فيه مش هتتشال. طب تاني واحده، ان واصل السير في طريقك بعد ان تحقق النجاح، انا هشيل ان، فهتقول ايه؟ بعد تحقق، غيرت التشكيل، مش من حقك، يبقى مش هنشيل ان. طب نشوف اللي بعدها، فلن، اي نفي، اي نهي ما ينفعش تشيله. تمام؟ يبقى لان انت هتعكس المعنى خالص. بعد ان تحقق النجاح، فلن يسالك احد. ما ينفعش. ما ينفعش اي نفي او اي نهي ما ينفعش تشيله. طيب يبقى فاضل ايه؟ من، ولكن الاهم الا تبطئ خطواتك. شلت من، شلت ايه؟ شلت من، ما فرقتش معانا. تمام؟ طيب هسيبكم انتوا تحلوا. طيب طبعا سبت لكم وقت، بس مش عشان تحلوا، عشان اقول لهم يعملوا لي شاي بصراحه، يعني اللي هو ايه كده. يعني رغم الاختلاف الواضح في فصول السنه الاربعه، ما احنا عارفين ان فصول السنه اربعه، يبقى دي مجرد تاكيد للي قبلها. خلاص شلنا،
يبقى دي ايه؟ شيل فصول السنه 4. طيب يبقى فصول السنه الا اننا نجي الاشخاص. طب تعالوا نجرب الطريقه السهله، نشيل كلمه الاختلاف. ينفع اقول رغم الواضع في فصول السنه؟ مش هتظبط خلاص، يبقى مش هتتشال. طيب نشوف ثانيه، اشخاصا الا اننا نجد يفضلون فصل على البقيه، نجد ايه؟ مش هينفع تتشال، يبقى دي غلط. طيب نجرب دي، البقيه هي فين البقيه اصلا؟ اهو، يفضلون فصلا عن، واسكت على كده، فصلا وبس. لا ما تنفعش، يبقى البقيه ما ينفعش تتشال، يبقى البقيه ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش تتشال. تمام كده؟ طيب يبقى الاربعه هي اللي هنشيلها. المثال الثاني يلا. الجميع. طب هنقرا ازاي؟ هنقول لذا علينا تقبل الامور السلبيه بصدر رحب. شلت كلمه ايه؟ شلت كلمه جميع، والجمله بتاعتي مشت مظبوطه، يبقى اللي تشال كلمه ايه؟ جميع. اللي تشال كلمه جميع. طيب المثال اللي بعده ليست الاهداف ضروريه لتحفيزنا فحسب، بل هي اساسيه فعلا لبقائنا على قيد الحياه. تعالوا نشوف اول كلمه اللي هي ليست. ينفع اقول الاهداف ضروريه لتحفيزنا فحسب؟ لا، شيل، يبقى ليست مش هتتشاف. طب يا استاذ انا هشيل فحسب، فحسب دي اهم كلمه في الجمله. طب ازاي يعني اهم كلمه؟ ليست الاهداف، تعالوا نشيل فحسب ونجرب كده معنى الجمله، ليست الاهداف ضروريه لتحفيزنا، بل هي اساسيه فعلا لبقائنا على قيد الحياه. كده بقى معناها ايه؟ ان الاهداف مش ضروريه عشان تحفزنا، هي بس اساسيه عشان ايه؟ عشان نفضل على قيد الحياه. يبقى انت شلت كده، نفيت الاولى واكدت الثانيه بس، لكن في حسب دي بتاكد لك الاولى والثانيه. الاهداف مش بس بتحفزنا، لا دي كمان اساسيه عشان نفضل على قيد الحياه. دي كمان اساسيه عشان ايه؟ عشان نفضل على قيد الحياه. يبقى فحسب مش هينفع اشيله. طب تعالوا نشيل كلمه الحياه كده، لبقائنا على قيد، واسكت على كده، ينفع؟ ما تنفعش. يبقى كلمه فعلا لما اقول لك بل هي اساسيه لبقائنا على قيد الحياه، شلت فعلا وما حدش حس بيها، يبقى فعلا ايه؟ تتشال. لا تخضع للظروف، فان من يخضع لها تتحكم به. وكن مع الأشخاص الناجحين، من يصنع الظروف التي تناسبه. إيه الكلمة اللي أقدر أحذفها من الجملة اللي قدامي؟ أولاً لا، إحنا قلنا أي نفي أي نهي أي تركنها على جنب ما بتتحذفش. دي زي الفعل كده بالظبط، ما تقدرش تنحي. طيب تتحكم، قلنا تتحكم فعل أهي ما بتتحذفش برضه. طيب نشوف كلمة الظروف، من يصنع، شلت دي، من يصنعه التي تناسبهم، يصنعوا ايه؟ لازم كلمة الظروف تكون موجودة، يبقى بالتالي مش هقدر اشيلها. طيب تعالوا نشيل كلمة الأشخاص، من يخضع لها تتحكم به، وكن مع الناجحين، شلت كلمة الأشخاص، شلت كلمة الايه؟ الأشخاص، خلاص الناجحين عادت عليها، حلت محلها، مش محتاجها، يبقى اشيل كلمة الايه؟ كلمة الأشخاص، كلمة الأشخاص. يلا فكروا في السؤال ده. ايه الكلمة اللي اقدر احذفها من غير ما اتغير في المعنى؟ تعالوا نجرب كلمة يعلو، يعلو فعل، ابعد عنها. خلاص سيبناها في حالها. يصدق، يصدق فعل، ابعد عنها، سيبها في حالها. طب الناس، طباع الناس مثل المعادن، ينفع اقول طباع مثل المعادن؟ طباع مين؟ يبقى ما تتشالش. طب شيل طباع كده اللي هي الف،
تعالوا نشيلها، الناس مثل المعادن، الناس زي المعادن، مش احنا بنقول الناس معادن؟ وبما ان الناس معادن فوارد ان احنا نقابل ناس ايه؟ مصدقين. طيب يبقى اقدر اشيل كلمه ايه؟ طباع. يبقى الناس مثل المعادن، من المعادن ما لا يصدأ ومنها ما يعلو عليها الصدأ. المثال اللي بعده يلا اتفضلوا. المتكبر كالدخان. المتكبر اللي شايف نفسه تمام يعلو بنفسه، عامل زي الدخان، يعلو بنفسه الى طبقات السماء العليا وهو وضيع. يعني واحد شايف نفسه في السماء مع انه حقير. طيب ايه الكلمه اللي اقدر احذفها من غير ما اغير النص بتاعي؟ طب تعالوا نشوف المتكبر كده، ينفع اقول كالدخان يعلو بنفسه؟ طب فين المعنى اللي انت اديته؟ ينفع اقول الدخان يعلو بنفسه وهو وضيع؟ الدخان وضيع ازاي؟ ما ينفعش. يبقى المتكبر ما ينفعش تتشال. طب تعالوا نشوف، نشيل كلمه السماء. المتكبر كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات العليا. طبقات ايه العليا؟ طبقات العماره العليا؟ طبقات السماء العليا؟ طبقات ايه العليا؟ ما حددتش، يبقى خربت لي المعنى، يبقى ما ينفعش تتشال كلمه السماء. طيب تعالوا نشوف كلمه كالدخان. يا استاذ انا اعرف اشيلها كالدخان. طب وريني. المتكبر يعلو بنفسه الى طبقات السماء العليا وهو وضيع. ازاي المتكبر هيطلع لطبقات السماء؟ هو المتكبر بيطير؟ لا ما بيطيرش. يبقى ما ينفعش تشيل الدخان، الدخان هو اللي بيطير. الدخان هو ايه؟ هو اللي بيطير. خلي الدخان مكانه. رجعنا الدخان. فاضل ايه؟ فاضل العليا. اقدر اقول يعلو بنفسه الى طبقات السماء وهو وضيع. خلاص شلت العليا. شلت كلمة ايه؟ شلت كلمة عليا. يبقى الصفة تقدر تشيلها ببساطة. النفط الخفيف هو الأغلى سعرا في السوق، ومع ذلك فالحصول على مشتقات كثيرة منه متاح ومتوفر. تعرف لو كان حط لك خط تحت كلمة واحدة، تحت واحدة من دول كنت شلتها على طول، لأن الاثنين ترادف، لكن للأسف مش موجودين خالص. ففكر كده ممكن تشيل ايه. غير السعر يبقى هو الأغلى في السوق، يبقى سعرا كلمة سعرا دي تتشال. طيب احنا قلنا بنجرب الجملة اللي تتشال ونشوف القطعة هتمشي من غيرها ولا لا. كلمة أدي عبادتك، تعال نشيلها كده ونقول وحافظ عليها بقوة دون تفريط. حافظ على ايه؟ ما ينفعش تشيل العبادة، يبقى أول واحدة ما تتشال، ما ينفعش تتشال. طيب فقليل دائم، ينفع أقول بقوة دون تفريط شلت دي خير من كثير منقطع؟ هو ايه اللي خير من كثير منقطع؟ ما تنفعش تتشال. طيب كثير منقطع فقليل دائم خير من، واسكت، خير من ايه؟ يبقى برضه دي ما ينفعش تتشال. طب تعالوا نشوف دون تفريط دي. أدي عبادتك وحافظ عليها بقوة، فقليل دائم خير من كثير منقطع. يبقى شلت كلمة دون تفريط. شلت كلمة ايه؟ دون تفريط. طيب بكده أنا خلصت الجزء اللي كان متحدد لحصة النهاردة. إن شاء الله الناس اللي حضرت تكون استفادت ولو بجزء بسيط. أتمنى أكون وصلت المعلومة بسيطة، زي ما في حد هنا بيقول لي كأنك بتشرح الأولى ابتدائي. فيعني لو شفت منك فهم أعلى من كده أكيد كنت رفعت مستوى الشرح أعلى من كده. فموضوع يعني اللي هو زي ما بيقول عرض وطلب، انت عرضت لي ايه فانا اديتك ايه. تمام. عموما اتمنى تكونوا فهمتوا الجزء اللي اتشرح ويكون واضح بالنسبه ليكم. احنا اخذنا النهارده العلاقات، اخذنا السبب والتعليل،
والنتيجه، خدنا بعدها علاقه التاكيد وكان معاها الترادف، وبعدها دخلنا على ايه الكلمه اللي اقدر احذفها من النص من غير ما نغير المعنى، وايه الكلمه اللي ما اقدرش احذفها من النص. تمام، وبكده نكون وصلنا معاكم لنهايه المحاضره الاولى في البث المباشر. ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل معاكم اكتر من مره في البث المباشر. شكرا ليكم، شكرا للمميز المتميز على الاستضافه اللي عملها لنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.